مرحبا أصدقائي في فيديو جديد. في بلاد ما بين النهرين كانت توجد الكثير من الحضارات المزدهرة والمتقدمة، كما أنه في هذه المنطقة انتشرت الأديان السماوية الثلاثة، وفيها أيضا كانت توجد الحضارة السومرية التي سوف نتحدث عنها اليوم، والتي يقال عنها أنها واحدة من أعظم وأقدم الحضارات حول العالم، حتى أن البعض يقول أن هذه الحضارة كانت تحتوي على الأصول الأساسية لوجود الإنسان على هذا الكوكب. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف عن هذه الحضارة وتفاصيلها، هيا بنا لنبدأ. مدفن الحيان. القصر الفريد أو قصر الفريد هو قصر يقع بالمقابر النبطية في مدائن صالح بمحافظة العلا غرب المملكة العربية السعودية، ويعد من أشهر هذه المقابر وأكبرها، إذ يصل عدد القبور بداخل القصر إلى 131 قبرا، كما يتميز بواجهة شمالية ضخمة يلاحظ فيها دقة النحت والجمال. وكذلك فإنه يحتوي على عمودين إضافيين وسط الواجهة، ويؤكد الكثير من العلماء أن عمارة هذه الحضارة القديمة كانت تعتبر واحدة من أعظم الحضارات، كما يقال أن هذا المد يحتوي على الكثير من النقوش التي تروي العديد من القصص والأشياء التاريخية الخاصة بهذه الفترة. تم بناء هذا المدفن في القرن الأول بعد الميلاد، كما يقال أن جماعة الأنباط كانت واحدة من الجماعات التي كانت تعيش من البدو قبل ظهور الإسلام، كما يقال أنه كان يتم عبادة إلهين إلى أن ظهر الإسلام في القرن السابع الميلادي ونادى بتوحيد الإله لكي يتمكن الجميع من عبادة إله واحد فقط. البتراء، المدينة المحفورة في الصخور. البتراء أو البتراء أو البتراء مدينة أثرية وتاريخية تقع في محافظة معان في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، تشتهر بعمارتها المنحوتة بصخور ونظام قنوات جري المياه القديمة. أطلق عليها قديما اسم سلع، كما سميت بالمدينة الوردية نسبة لألوان صخورها الملتوية. أسست البتراء تقريبا في عام 312 قبل الميلاد كعاصمة لمملكة الأنباط، وتميز أهل هذه المدينة بالتكنولوجيا والفن والهندسة والمعمار، وهي توجد في صحراء الأردن حاليا على ارتفاع يتراوح ما بين 800 متر إلى 1350 متر. ولكن ما يثير فضول وتساؤل العلماء هو السبب في تصميم هذه المدينة في هذا الموقع تحديدا وعلى هذا الارتفاع. يقال أنها كانت تربط طريق تجارة لثلاث دول، وهي مصر وسوريا والمنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، حتى أنها كانت مبنية في وسط الجبال بطريقة خفية لا يمكن أن يراها أي شخص بسهولة، حيث يقال أنها كانت مصممة وسط الجبال، وكان لا يمكن للإنسان الوصول إليها إلا عن طريق المضيق الذي يصل طوله إلى 1.5 كيلومتر، أما عن اتساعه كان عرضه يصل إلى 2 متر فقط. كما يؤكد العلماء أن أفراد الحضارة القديمة كانوا قادرين على بناء 800 وحدة في هذا الموقع، منهم المعابد والأروقة والمنازل، وبفضل نظام الري المبتكر يقال أنه أصبحت هذه المدينة خضراء بالرغم من أنها منطقة جبلية. ومن أشهر الأماكن الموجودة في هذه هو هذا البيت الذي يقال أنه بطول 40 متر وعرض 25 متر، ويقال إنه في هذا المنزل تم دفن واحد من أهم ملوك هذه المدينة. الثقافة السومرية في بلاد ما بين نهرين. يقال إن شعب هذه الحضارة كان أول شعب يسكن المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات، حتى أنه داخل هذه المدينة استطاع السكان تطوير أول طريقة للكتابة قبل حوالي 200 عام من ظهور المصريين القدماء، حيث كانوا يستخدمون الألواح الحجرية في كتابة الحروف والكلمات والمقاييس الثابتة. استطاعوا كتابة الكثير من الأساطير والقصص على هذه الألواح الحجرية، وأكد العلماء على أن هذه الأساطير كانت تدور بين اليهودية والمسيحية. ومن بين هذه الأساطير والقصص
قصة أول رجل وأول امرأة في الجنة، وقصة فيضان عظيم حدث في يوم من الأيام. كما يقال إن حضارة بابل المشهورة والمعروفة وصلت إلى هذا التطور بسبب الثقافة الكبيرة التي كان يتمتع بها الشعب السومري في الحضارة السومرية القديمة. كما يقال إنهم أول من قاموا ببناء مدن كبيرة تحتوي على الكثير من المباني الحجرية التي تم بناؤها بطريقة متطورة، وكان يتم الاعتماد على المعبد بأنه المركز الثقافي والاقتصادي في كل دولة، وفيها أيضا يتم تصميم نظام عجلة الري لتسهيل عملية الزراعة. هل الشعب السومري كان من أوائل البشر على كوكب الأرض؟ من أهم الآلهة السومرية أنو إله الجنة، إنليل إله الريح والعاصفة، إنكي إله الماء والثقافة الإنسانية، ننهرساج إلهة الخصوبة والأرض، أوتو إله الشمس والعدالة، والده سين إله القمر. وتعدد الآلهة بهذا الشكل يؤكد على أن الثقافة كانت تتغير بدرجة كبيرة جدا في هذه الحضارة، وبعدها تبعتهم الحضارة البابلية والحضارة الآشورية، وكانت هذه الحضارة السومرية بداية أساس لهم. وكان الكثير من سكان هذه الحضارة يعتقدون أن أوائل البشر جاءوا من جماعة الأنوناكي الذين جاءوا من كوكب نيبيرو إلى هذه المنطقة تحديدا للحصول على مناجم الذهب في منطقة بلاد ما بين النهرين. وهؤلاء الجماعة كانوا يرغبون في القضاء على البشر، لكن استطاع الإله الدفاع عن البشر وحمايتهم، لكن لم يستطع أي من العلماء الحصول على معلومات حقيقية حول جماعة الأنوناكي، بل إنه كان يتم اكتشاف بعض من الرسومات على الجدران التي توضح وجود أشخاص عظماء يحكمون أشخاصا عاديين من العامة. وفقا لبعض من التفاصيل والمعلومات، يقال إن الأشخاص الذين كان طولهم يتجاوز 3 أمتار كانوا آلهة. ويعتقد أيضا أنه منذ آلاف السنين كانت هذه الحضارة على خبرة ودراية بباقي الكواكب والنجوم، وهذا ما يظهر لنا في هذه الرسمة التي تظهر على هذا الجدار، حيث أن هذه الرسمة توضح شكل الشمس التي يوجد حولها مجموعة كبيرة من الكواكب ومجموعة أخرى من الأجرام الصغيرة التي توضح الأقزام التي توجد في الفضاء والتي لم يتعرف عليها العلماء إلا منذ فترة قريبة. وكان العلماء يتساءلون حول كيفية معرفة سكان هذه الحضارة بهذه المعلومات، والبعض منهم يعتقد بحقيقة وجود كوكب نيبيرو الذي يوجد خارج نظام المجموعة الشمسية، وأن سكان هذا الكوكب هم من ساعدوا البشر في الحضارة السومرية على معرفة كل هذه المعلومات. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.